معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة بقى هوريكم كده المشتريات اللي انا جبتها من كازيون. جبت كده الاربع شنط دول، هوريكم طبعا الحاجات بالاسعار وكده كلها، معايا طبعا الريسيت. طبعا بقى لو مهتمية بالفيديو اوعي تنسي تكملي معايا الفيديو، وكمان تعملي لايك للفيديو، واوعي تنسي تشتركي في القناة. بصوا بقى كده هبدأ معاكم كده شنطة شنطة، هنزل الثلاث شنط التانيين وهبدأ معاكم كده شنطة شنطة، وريكم جايبة ايه بالظبط طبعا بالاسعار، تعرفوا بقى الاسعار الجديدة للكازيون دلوقتي. بصوا كده اول شنطة بقى اهي معايا، بصوا كده جبت الصلصة دي، لقيت سعرها يا بنات بجد حلوة قوي، وكمان الكمية بتاعتها حلوة، والصلصة كمان بتاعتها يعني الماتيريال بتاعتها حلوة قوي. جبت كده اتنين، هوريكم بقى كده هقولكم سعرها كام. طبعا معايا الريسيت، الواحدة منها ب11 جنيه، الاتنين ب21 جنيه. بعد كده جبت اللي هو اتنين زبادي، الاتنين ب13 جنيه. وجبت اللي هو الكيك شيف ده، انا يعني لازم طالما رحت كازيون او اي حتة بتبيع حاجات زي كده لازم اجيب بيكنج باودر اخليه عندي. جبت الاتنين ب8 جنيه، الواحد فيه ب4 جنيه. وجبت البشاميل بطعم الجبنة ده، بجد يا بنات بيخلي البشاميل اكنه متغرق جبنة وانت بتبقيش حاطة جبنة اصلا، حلوة قوي بجد. ده الواحد ب8 جنيه. وكمان جبت المرقة الدجاج دي، انا فجأة لقيت عندي كل المرق خلص، يعني مرقة الخضار واللحمة والدجاج برضو خلصت، قلت بقى اجيب دي كده، انا بحب كنور بس ما لقيتهاش. جبت ماجي اللي واحدة ب7 جنيه. وطبعا لازم اروح انا بقى ايه، ما كانش عندي شعرية خالص بجد، بقى لي فترة كبيرة قوي ما عنديش شعرية، فقلت لازم بقى اجيب. جبت كيسين، الكيسين ب18 جنيه، قلت بقى لرمضان وكده خزين رمضان واجيب حاجات بقى ايه يعني تفضل معايا وكده في رمضان، غير طبعا الحاجات اللي عندي يعني قلت ازود. وجبت اندومي كده، قلت برضو بحب اكله الصراحة، جبت كيس واحد او كيسين، الواحد معرفش بستة جنيه او كده. وجبت طبعا فانيليا، طبعا دي برضو انت عارفينها لازم اجيبها هي وبيكنج باودر، وما لقيتش خميرة فقلت اجيب وخلاص فانيليا وبيكنج باودر. جبت كده اربع تظرف، الاربعه ب4 جنيه، الكيس بجنيه يعني. بس دي كده اول شنطه كده خلصت. تاني شنطه بقى، جبت كيس قصدي كيس ايه، جبت الزيت ده، دي بقى 900 مللي، انا قبل كده كنت جايباها اللي هي لتر كامل، دي بقى 900 ب60 جنيه. والله يا بنات انا كنت جايبه اللتر الكامل من دي نفس النوع، وكمان كان زيت افتح شويه من دي، كانت ب60 برده، معرفش يعني حاجات بجد، وكان فتره قريبه جدا. وجبت كمان الزيت ده بتاع اللي هو غساله الاطباق لودفيك ده برده ب60 جنيه، ده الحمد لله سعره ما زادش عن المره اللي فاتت. وجبت طبعا بقى ايه، مكرونه كايرو دي يعني مشهوره قوي، اتشهرت يعني ما كانتش مشهوره واتشهرت، فجبت كيسين كده برضو عشان ايه يعني احطهم مع الحاجات اللي عندي خزين رمضان وكده. الكيسين يا بنات ب17 جنيه، وكيس الاندومي بقى التاني اللي قلت لكم عليه اهو. ماشي هوريكم بقى ايه تالت شنطه فيها ايه. جبت طبعا بريك، انا بحب بريك قوي اللي هو الطعم ده، جبت كده كيسين طبعا، الواحد ب5 جنيه. جبت كيسين دقيق الاطيب، او جبت الاثنين الكيسين الدقيق يا بنات ب38 جنيه. وكمان جبت شاي ليبتون ده، قلت اخليه عندي يعني عشان لما اللي جوه يخلص الاقي شاي. الكيس الشاي ده ب10 جنيه مع انه صغير جدا برضو. وكيس الدقيق بقى اللي بقولكوا عليه الثاني اهو برضو الاطيب. وكمان جبت بقى اخر حاجه معانا ده في الشنطه الرابعه، انا بفتحها وهي تحت. جبت كيسين مكرونه اللي هي الصغنطوطه خالص دي، صدقوا ما طلعتش الصغيره خالص، يعني انا جوزي هو اللي جايبها بس هو بيحب الصغيره قوي قوي،
بس دي يعني اتخمنا فيها او ما خدش باله هو اللي حطها. دي اللي هي خواتم الكيس ب8 جنيه. بس كده يا بنات، هو ده بقى الفيديو بتاع المشتريات بتاعي بتاع النهاردة. طبعا حاجات مش كتير انا عارفة، بس قلت اصورها لكم واديكم فكرة كده عن الاسعار اللي في كازيون. زي ما انتم شايفين بقى، طبعا بجد لو استفدتوا من اي حاجة في الفيديو او عرفتوا سعر حاجة كنتوا عايزين تعرفوها، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم.